يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قرأ آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها؟ هل هو الوعيد الشديد أم وعد؟ نعم، الحديث صحيح، هذا في استيقاظه صلى الله عليه وسلم من الليل للتهجد، لما استيقظ ليقوم للوضوء والتهجد تلا هذه الآيات، نظر في السماء وتلا هذه الآيات. والوعيد هذا صحيح في حق من يقرأها ولم يتدبرها، يعني يتأمل في معناها ويعتبر في مدلولها. نعم، فعليه وعيد فيها، لأنه ليس المراد تلاوة اللفظ فقط بدون تدبر وبدون تأمل. نعم.